تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتح معرض الخليج الطبي الأول، والذي يعتبر المعرض الأول من نوعه في مملكة البحرين وأكبر ملتقى لممارسي مهنة الطب، وذلك للتعرف عن كثب على أحدث التقنيات والأدوات المساعدة للإبداع والإنتاج في مجال الطب. دائما ما يثبت المنطق أهمية البحث والاطلاع ودوره الحيوي في اتساع حجم المعرفة في شتى المجالات، وخاصة في مجال الطب، لما لأهميته على المستوى الشخصي والمجتمعي. معرض الخليج الطبي الأول يأتي ليؤكد من جديد نجاعة هذه المعارض في التعرف على أحدث التقنيات والأدوات في مجال الطب، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة عن العيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات في مملكة البحرين. معرض هاي الحقة هو بداية للمعارض الطبية في البحرين، وهاي الحقة بداية جيدة ومشجعة، وإن شاء الله هذا المؤتمر يكبر وينمو بحيث أنه يكون يعني حدث للمنطقة ككل، وهذه فرصة حقيقة للعاملين في مجال الصحي في مجال البحرين أو في المجال في المنطقة لعرض منتجاتهم بحيث يجذبون الناس لهم، لأنها طريقة لتعريف الناس بخدماتهم بالإضافة للخدمات الدولية اللي ممكن يأخذها عن طريق الموردين وعن طريق الجهاز الجديد اللي تعرض في المعرض. الاطلاع والنظر وحتى معاينة كل جديد من المعدات والأدوات الطبية في معرض الخليج الطبي كان محل اهتمام ومتابعة من قبل المشاركين والعاملين بالحقل الطبي في المملكة، ليبدوا بذلك انطباعهم الإيجابية عن ما هو متاح من خدمات للتخصصات الطبية المتوافرة في المملكة. طبعا هذه فرصة طيبة لنا ان احنا نقدم خدماتنا للجمهور البحريني والمواطنين والمقيمين بصفة عامة، وان احنا نقدم خدماتنا لهم ونعرفهم بالمكان العيادة، طرق التواصل معنا، شنو أهمية الفحص الدوري المفروض انهم يسوونه، والكشف المبكر، فنوع من الهيلث ايديوكيشن يعني كتوعية للجمهور، بالإضافة انه كتقديم للخدمات يعني وتعريف لهم. المشاركة هي طبعا نوعا ما تعريف المجتمع الطبي في البحرين، المعدات اللي عندنا الخاصة، ونستورد المعدات خاصة حق التحليل لأمراض السرطان، تحليل الأمراض المعادية، وعندنا معدات خاصة اللي هي غير موجودة مع الشركات الثانية. احنا نركز أكثر شيء على معدات طبية خاصة عشان نبي حق البحرين. شركات التأمين الصحية كانت حاضرة لتقديم عقود فردية وعائلية للزوار من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى العروض التثقيفية من الأطباء المشاركين عبر النشرات والكتيبات والمطويات الطبية. تحت سقف واحد جمع هذا المعرض مجموعة من المستشفيات والعيادات الطبية لعرض ما لديها من منتجات وخدمات، بالإضافة أن هذا المعرض فتح المجال للترويج عن أحدث المعدات الطبية المتخصصة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.